هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: في الحي الذي أسكن فيه يوجد مسجد وتوجد فيه زاوية تابعة لطريقة صوفية. سؤاله: هل يجوز لي أن أصلي في هذه الزاوية أو في هذا المسجد بعامة؟ يعني المسجد واسع ولله الحمد، مش تبي بالزاوية هذه، صل في المسجد واسع الحمد لله. نعم فضيلة الشيخ، حاولوا إزالتها وإزالة الصوفية أو دعوتهم إلى السنة لعل الله يهديهم. نعم.